حلقة جديدة من السلطة الرابعة، مرحبا بكم. جولة جديدة في المواقع المختلفة للإجابة عن سؤال: ما هي القضايا ذات العلاقة بالواقع اليمني التي تناولتها تلك المواقع وكيف تناولتها؟ والبداية بالعناوين. في القدس العربي، الأمم المتحدة تقول إن وباء الكوليرا غزا 92% من مساحة اليمن. وموقع قناة الحرة يقول: وقف الإمدادات يسبب أزمة إنسانية في اليمن. ويمن مونيتور يتساءل: علاج صالح هل يكون بداية خطة روسية لحل الأزمة في اليمن؟ مرحبا بكم. البداية من القدس العربي، حيث أعلنت الأمم المتحدة أن انتشار وباء الكوليرا في اليمن سجل أعلى معدلاته على الإطلاق، إذ تجاوزت حالات الإصابة المشتبه بها 820 ألف حالة، وحصد الوباء أرواح ما يزيد عن 2150 يمنيا منذ 27 من أبريل الماضي. وبحسب الصحيفة، فقد جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ستيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن وباء الكوليرا بات متفشيا الآن في 92% من إجمالي مساحة اليمن، لافتا إلى أنه التفشي الأكبر على الإطلاق للوباء في سنة واحدة، مضيفا: استأجرت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع رحلتين إلى صنعاء تحمل أكثر من 43 طنا من الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية. وأكد أن العاملين في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 2 مليون شخص وتزويد نحو 600 ألف شخص بأدوية للأمراض غير المعدية. وزاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن منظمة الصحة العالمية واليونيسف تقومان أيضا بدعم السلطات الصحية المحلية في جميع المحافظات في حملة تطعيم ضد شلل الأطفال تهدف إلى الوصول إلى أكثر من 5 ملايين طفل دون سن 5. بحسب موقع قناة الحرة، فإن عشرات السفن التي تنقل المواد الغذائية والإمدادات إلى اليمن تجد صعوبات كبيرة في الوصول إلى الموانئ اليمنية بسبب الحصار الذي تفرضه قوات التحالف بقيادة السعودية، كما قال الموقع، مما تسبب في أزمة إنسانية. وتبين سجلات بحرية لم يسبق نشرها وتقرير سري للأمم المتحدة ومقابلات مع وكالات إغاثة إنسانية وخطوط ملاحية حصلت عليها رويترز أن سفن التحالف تمنع دخول إمدادات ضرورية إلى اليمن حتى في الحالات التي لا تحمل فيها السفن الأسلحة. وتقول الأمم المتحدة إن ربع سكان اليمن الذين يبلغ عددهم 28 مليونا يعانون من الجوع، وبلغ عدد القتلى في الحرب 10,000 قتيل. وبحسب الموقع، فإن 500,000 طفل دون سن 5 يعاني من سوء التغذية الحاد، كما أن 2135 شخصا على الأقل أغلبهم من الأطفال ماتوا جراء الإصابة بالكوليرا خلال الأشهر 6 الماضية. وعمدت وكالات الإغاثة إلى زيادة كميات الغذاء التي تنقلها إلى بعض مناطق اليمن هذا العام، غير أن اليمن يستورد أكثر من 85% من احتياجاته من الغذاء والدواء. وسجلت الشحنات التجارية تراجعا شديدا. ويضيف الموقع إن بيانات الموانئ التي جمعها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وضحت أن 21 سفينة من سفن الحاويات أبحرت إلى ميناء الحديدة، وللمقارنة فقد قامت 54 سفينة بتوصيل مثلي كمية البضائع التي نقلتها تلك السفن في الفترة المقابلة من العام الماضي.
إلى صحيفة الشرق الأوسط التي قالت إن مسؤولا بمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ نفى لقاء المبعوث أو أحد من موظفيه مع قيادات من الحوثيين في بيروت. وقال المسؤول للشرق الأوسط إن المبعوث لم يسافر إلى لبنان من الأساس خلال فترة توليه مهامه مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وأضاف المسؤول بمكتب ولد الشيخ ليس هناك خط ثان للاتصالات بين مكتب المبعوث والحوثيين، وكل الاتصالات تجري بطريقة شفافة وعبر القنوات المعهودة. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط قول المسؤول في مكتب المبعوث الأممي: نحن حتى اللحظة لم نعرض المبادرة بشكل كامل ورسمي على أي طرف، وهذا ما سيعمل عليه المبعوث في الأيام المقبلة. وعلق خلال اتصال بأن المبادرة وجدت انتقادات من الأطراف كافة من دون استثناء، في إشارة إلى ما نشرته وسائل الإعلام غداة إعلان ولد الشيخ خطته الجديدة، وهو ما لاقى ترحيبا بتحفظ من طرف الحكومة الشرعية التي انتقد أعضاء فيها مبادرات المبعوث، بينما وصفها عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين بأنها حلول استسلام لا سلام، وذلك في مقابلة نشرها موقع إخباري يسيطر عليه انقلابيو صنعاء. وتضيف الصحيفة أن المبعوث الأممي كان قد أكد في إحاطته بمجلس الأمن مساعيه حيال إعادة الأطراف اليمنية لطاولة المفاوضات، معتبرا استهداف الحوثيين دولا خليجية بالصواريخ يهدد استقرار المنطقة، ووصف ذلك بالتصعيد الخطير. وأوضح ولد الشيخ أن غياب الحل السياسي يفاقم المأساة في اليمن ولا رابح في الحرب. أفاد مكتب علي عبد الله صالح أنه خضع لعملية جراحية أجرتها بعثة طبية روسية في العاصمة صنعاء. وبحسب وكالة الأناضول التركية، فقد نقل موقع المؤتمر نت الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده صالح، نقل عن مصدر مسؤول في المكتب أن العملية أجريت في إحدى مستشفيات صنعاء، ولم يوضح المصدر طبيعة العملية. وعن البعثة الطبية الروسية، قال المصدر إنه لا يعرف ما إذا كانت البعثة الطبية قد وصلت صنعاء من أجل إجراء العملية الجراحية لصالح مؤخرا، أم أنها تشرف على حالته الصحية منذ سنوات وتقيم في صنعاء. وتقول وكالة الأناضول إن صالح قد سبق والتقى بالقائم بأعمال السفير الروسي في صنعاء خلال الأشهر الماضية، كما تقوم طائرة روسية برحلات مباشرة بين صنعاء وموسكو لنقل طواقم سفارتها، وذلك رغم الحظر الجوي المفروض من التحالف العربي على مطار صنعاء منذ أغسطس من العام 2016. وأشارت الوكالة إلى أن مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على صالح الذي حكم اليمن منذ 1978 وحتى 2011، ومن ضمنها تجميد أرصدته ومنعه من السفر بعد اتهامه بعرقلة المرحلة الانتقالية للحكومة والشراكة مع الحوثيين في الانقلاب على السلطة واجتياح صنعاء في سبتمبر أيلول 2014. أثارت الأنباء التي تحدثت عن تدخل التحالف العربي لإنقاذ حياة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عن طريق فريق طبي روسي موجة من التكهنات، كان أبرزها هو الحديث عن خطة روسية لحل الأزمة في اليمن. تبدأ الخطة بتسفير صالح بحجة العلاج، ومن ثم ترتيب الوضع السياسي في البلاد التي تدور رحى الحرب فيها منذ أزيد من 3 أعوام. موقع يمن مونيتور تناول تحليلا نشرته صحيفة أمريكية بشأن دور روسي تتوق إليه المملكة العربية، لافتا إلى أن الوساطة الروسية هي خيارها الأفضل.
ونشرت صحيفة المونيتور الأمريكية تحليلا للباحث الروسي كيريل سيمينوف أشار فيه إلى أنه من المحتمل أن تؤدي زيارة الملك سلمان لموسكو إلى انطلاق جهود وساطة روسية بهدف حل الخلافات اليمنية بطريقة تصب ربما في مصلحة السعودية على حساب إيران، وهي عدو السعوديين اللدود وخصمها في الحرب الأهلية اليمنية. وتقول الصحيفة إن هذا التحليل يبدو أقرب للواقع استنادا إلى بعض المعطيات، أكثرها وجاهة أن الطرق قد سدت أمام جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وكذا تراجع الدور الكويتي والعماني بشأن الملف اليمني. لكن دبلوماسيا يمنيا استبعد أن يكون الحديث عن مرض الرئيس السابق علي عبد الله صالح بداية لخطة تقودها موسكو من خلال ترحيله وتسوية الأوضاع لاحقا. أضاف المصدر في حديث مقتضب ليمن مونيتور مفضلا عدم الكشف عن هويته: أرى أن هذا السيناريو ليس واردا، ببساطة لأن الحوثيين شركاء صالح في الحرب والسياسة لن يسمحوا بخروجه من اليمن مهما كلفهم ذلك من ثمن، كما أنهم أي الحوثيين لا يشجعون على أي تسوية قادمة ومستفيدون من الوضع المتأزم حاليا. أخيرا إلى موقع يمن شباب الذي تحدث عن البيان السياسي لحزب التجمع اليمني للإصلاح، حيث أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح بأشد العبارات ما وصفها بالأعمال الإجرامية التي طالت المقرات والأعضاء والقيادات بالعاصمة المؤقتة عدن. ونقل الموقع قول الأمانة العامة للحزب إنها تفاجأت بالاعتقالات التعسفية التي طالت عددا من قيادات وأعضاء الإصلاح في محافظة عدن، وكذا اقتحام وإحراق عدد من مقرات الإصلاح من قبل قوات تابعة لإدارة أمن عدن، واصفا إياها بأنها عمل إجرامي يتنافى مع الدستور والقانون ويهدد الحياة السياسية برمتها ويقوض أسس الدولة. وبحسب الموقع فقد دعت أمانة حزب الإصلاح كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الأفعال المخالفة للدستور والقانون ومحاكمة من قام بها ورفع الغطاء الرسمي عن هذه المجموعات المسلحة التي باتت تعبث بأمن الوطن والمواطن تحت ستار الأمن والأجهزة الرسمية، بينما اتضح جليا أن هذه المجموعات تعمل على نسف مشروعية الدولة وتقويض السلم الاجتماعي، وتخدم بذلك ميليشيا الانقلاب كونها تستهدف الشرعية والقوى المؤيدة لها في معركة استعادة الدولة ودحر الانقلاب حسب قوله. نهاية جولتنا لهذا اليوم، السلطة الرابعة، دمتم في أمان الله. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.